عايزه ايه شوفي دكتور؟ ايوه انا عملت نظام الكارب سايكل ده. طب وعملتي ايه شوشي؟ تحفه، عجبني بقى وظبطني. امال بتشربي الهيربا ترند ليه يا شوشي؟ عشان منفوخه. ايوه عشان يعمل حركات. واضح ان في ايام السايكل ها النشويات العاليه كنت مديها نشويات عشان بتعبي ميه في الجسم. دي حقيقه. طيب عايزه ايه دلوقتي يا شوشي؟ ظبطيني بقى. ايوه عايزه ايه؟ لا انت عارفه رمضان يحب التغيرات. انا خلاص فاضل 10 ايام. لا انا احب اغير. عايزه ايه يعني؟ ايه عايزه؟ بصي انا سمعت عن دايت كده اللي هو بيبقى معمول على شكل الجسم. ايه اللي معمول؟ اللي متفصل يعني؟ ايه اللي نوع جسمك؟ ما اعرفش. هما ما انا لو قلت لك نوع جسمك هقول اسم الدايت ودي فزوره. طب ده بيبقى طب على حسب ايه؟ قدرتك على الحرق وتوزيع الدهون في الجسم. بنوزع ايه الفود جروبس او عائلات الاطعمه. انا قلت لك الصبح عليه واحنا جايين في العربيه. ايوه ركزي. اسمه ايه؟ لا 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 ايوه تقولي. لا لا ايه الدايت اللي بيبقى على حسب نوع جسم حضرتك؟ مش هنسيب شروق تقول. لا ما تقولوش بالليل. بالليل بكره. بكره.